عموما خلينا ناخذ استاذ الكاتب الكبير استاذ احمد الشمراني، حياك الله معنا. اهلا وسهلا استاذ احمد. تتفق معي انه خلينا نقول ال 15 20 سنه الاخيره من افضل الانجازات اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي هذا الموسم؟ ربما يكون الافضل، لكن الاهلي ترى دائما في الواجهه، يعني ما غاب فيك الغياب الكلي، صحيح انه غاب عن الدوري بس نافس عليه في سنوات ايام المربع الذهبي وكان يخرج احيانا من المباراه النهائيه، بمعنى انه كان منافس وكان يحقق ايضا بطولات، كاس الخليج مثل كاس ولي العهد، كاس فيصل، الان طبعا كاس ولي العهد، كاس الملك، بمعنى كاس العرب مره حققها من جدا، معنى انه كان غائب بمعنى الغياب أفضل. لكن عودته هذا الموسم حقيقة مختلفة تماما، يعني تذكرني أيام الأهلي، أيام ما كان صاحب السطوة أو الحظوة أو سمها ما شئت على مستوى البطولات المحلية، عندما كان يجمع الدوري بالكاس، عندما كان يحسم أمر الدوري، عندما كان يحسم أمر البطولات أيضا. لكن في هذا الموسم حقيقة اتفق الجميع، يعني بما فيهم أيضا المراقبين والنقاد المحايدين، ان الاهلي ربما افضل فريق على مستوى الموسم، نافس على الدوري لاخر ثانيه، حقق كاس خادم الحرمين الشريفين كاس الابطال، حقق كاس فيصل على مستوى حتى المستقبل، يعني الاهلي براعم وحققوا بطوله المملكه وهي اولويه طبعا للنادي الاهلي. كل هذه الدلائل تؤشر ان الفريق بيصير في الاتجاه الصحيح، بمعنى ان الاعمال داخل النادي اعمال تكامليه، يعني فيها عمل على مستوى القاعده، عمل على مستوى الفريق، مستوى العمل ايضا لما ناخذها من جانب الاخر الجماهيري، انت تعرف انه الجمهور يقول انه اللاعب رقم 12 وانا اقول انه اللاعب رقم 1 في الاهلي، بمعنى حتى اليوم المباراه خارج ارض الاهلي وكان الاهلي يلعب طبعا على أرضه في جمهور كبير، وطبعا أجره في أبو ظبي، وهذا دليل واضح، لأن الجماهير طبعا كل جماهير تحب أندياتها، لكن الجماهير الأهلي أعتقد أنها قدمت نفسها هذا الموسم أو من نهاية الموسم الماضي بشكل مختلف، واستطاعت تؤثر إيجابا على مستوى الفريق. لا شك أنه تأهل الأهلي طبعا لدوري الثمانية في البطولة الآسيوية طبعا يعطيك امل انه لا يذهب الى ابعد، وكل ذلك انه تاهلوا اليوم ان شاء الله انه ينعكس بالايجاب على الاتحاد وعلى الهلال يوم غد حتى يرافقوا نفس الرحله، على اعتبار انه كلنا كنا نتخوف ان الاهلي يفوز المغادرين في الفرق السعوديه، انه راح بعد نهائي كاس مرهق، الجزيره الاماراتي قوه ضاربه لا يستهان بها، عند لعيبه جانب على مستوى عالي وعلى ارض، لكن الاهلي اليوم اكد انه فريق ثقيل بمعنى الكلمة، فريق يكسب أينما كان سواء في آسيا وغير آسيا. طيب استاذ احمد، يعني خلينا نقول يعني اسباب النجاح، يعني كثير من الجماهير الاهلاويه او حتى متابعين في الوسط الرياضي كان يقول لك الاهلي كان في مستوى او خلينا نقول مراكز متدنيه الموسم الماضي، الموسم الماضي في نهايته حقق بطوله كاس الملك، الموسم هذا نافس على الدوري، وش اللي تغير في النادي الاهلي من الموسم الماضي الى هذا الموسم؟ كان حتى هم منطقيين أيضا، وأنا دائما أذكر بمثل هذا، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من الأهلاويين قريبين من الفريق. النقطة في التحول في مسيرة الفريق تحقيقه لكأس الأبطال الموسم الماضي على حساب الاتحاد. الفريق طبعا كما معروف كان يعيش في مراكز على مستوى الدوري زين لا تليق بالأهلي ولا بتاريخ الأهلي ولا بسمعة الأهلي، لكن استطاع أن يستفيد من مباراة، وفي ذلك أنه شحن مع الشباب وكسب المباراة بالاحتجاج وهو كسب قانوني وشرعي ولا في غضابة أو في ما يسوي الإنجاز، لكن يثبت يعني، وهذه ربما ساهمت مساهمة فعالة في الأهلي مستوى جيد في النهاية، وبالتالي يكسب الاتحاد المرشح. من تلك المباراة ربما انطلق الأهلي إلى 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 إعداد، يعني نظرة مستقبلية. أنا أقول لك إنه عمل الأهلي الجيد بدأ بعد الكاس، كاس خادم الحرمين الموسم الماضي، سواء بطلبات اللاعبين سواء بالاستقرار، فتعرف أن تنهي موسمك ببطولة غير أن تنهي موسمك مثلا وأنت مخفق، يعني هذه ساهمت مساهمة فعلا أن الأهلي يكتب أوراقه مبكرا. ولا شك أن الإضافات اللي شهدت أضافها الفريق طبعا على مستوى العنصر الأجنبي أو على مستوى العنصر المحلي ساهمت مساهمة فعلا في الفريق، يعني فأعتقد أنه عمل الأهلي طبعا من نهاية الموسم الماضي كان عمل على مستوى عالي، هناك مثلا تنسيق
بين الاداره والمكتب التنفيذي. هناك مثلا رعايه خاصه من صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبد الله، كان هناك دعم الا محدود من بعض اعضاء الشرف، ولعل ابرزهم واللي بدا يتواجد مع الفريق بشكل مستمر اللي هو الامير فيصل بن خالد والامير بدر بن عبد الله بن عبد العزيز اللي هو الشقيق الاخ الاصغر للامير خالد بن عبد الله. فكل جانب رئيس النادي اللي قال الامير خالد في تصريحه الاخير، طبعا كلنا نعمل تحت إدارة الأمير فهد بن خالد، أشك أن الأمير فهد بن خالد أثبت قدرته أنه رئيس نادي مكسب للأهلي، مكسب للرياضة السعودية. تعرف أنه عندما توفر على جهاز فني جهاز إداري جيد، توفر على مثلا اللاعبين جيدين، طبيعي أن يكون النتاج جيد، وهذا اللي بيحدث للأهلي الآن. طيب بالنسبة للاعب عماد الحوسني، أنت مع ولا ضد اللي يقولك مهما كان المبلغ المفروض اللاعب لا يرحل؟ والله أنا ضد المبالغة في المبالغ، وضد أيضا التفريط في عماد الحوسني. أنا اليوم قلتها طبعا وبكل صراحة أنه أو من قبل اليوم قايل أنا أنه الاستقرار الأهلي اللاعبين الأجانب يضيف للفريق في الموسم. أتمنى أنه ما يكون هناك أي تغيير على مستوى الأربعة. طبعا كوماتشو عندك بالمينو طبعا مع الاهلي على طول لانه شارع عقودهم لمدة 3 سنوات، لكن ما زال طبعا كوماتشو وعماد الحوسني في مفاوضات. انا شخصيا لو سالتني اتمنى استمرار حقيقه عماد الحوسني، وهو ايضا امنيه كل الجماهير الاهلاويه ومن كل عشاق مثلا عشاق كره القدم بحياده. عماد في هذا الموسم ان يقدم نفسه بشكل مختلف. انا شاهدت عماد في قطر، شاهدت عماد مع المنتخب العماني، شاهدت عماد أيضا هو مع بدر الميمني في نادي الرياض، لكن عماد هذا الموسم مختلف تماما. قدم نفسه بشكل كبير. ربما ما أقول إنه عماد بالعكس استثمر إمكانيات الفريق، استثمر قدرات الفريق. هو لاعب موهوب أستاذ أحمد، وفوق هذا كله استفاد من جماهيريته ووضع لها. طبعا ولا شك إنه أيضا بحواليه حقيقة هو فيكتور مكونين ثنائي غير عادي. عندك اليوم تمريرة كانت من أصغر لاعب أهلاوي. تمريره كانت من اصغر لاعب اهلاوي طبعا القدم اولا واخيرا. انه عماد يستمر في الدوري السعودي، يستمر مع الاهلي تحديدا. فاعتقد انه لو ترك الاهلي ما اقول انه حيبرز في اي نادي يروح لعماد، لكن بروزه في الاهلي اصبح مفروغ منه يعني. واضح الصوره. يعطيك العافيه ونقول لكم مبروك ان شاء الله، وعقبال الاتحاد والهلال بكره ان شاء الله. يعطيك العافيه. نتمنى ان شاء الله، نتمنى يوم الغد ان نشاهد الاتحاد والاتفاق الاتحاد والهلال بإذن الله أنه نزف الاتفاق أيضا. الاتفاق الآن الدقيقة 63، التعادل السلبي، نقول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ أحمد، شكرا لك. كان معنا الكاتب الصحفي والإعلامي أستاذ أحمد الشمال.